شكلي مش مرتب كثير. كان بدي اول شيء كان بدي اعبر عن حبي واعجابي المو طبيعي بصفوق، وكمان باعجابي بالمواضيع اللي بتطرحوها، الرتابه اللي انتم فيها بصراحه يعني ترفع لكم القبعه. انا ما بعرف عنكم كثير يعني سيد احمد وحضرتك، بس كثير اعجبت بحديثكم. هلا انا سوري عايش بكندا او كندي، وفي كان عندي انا من امبارح عم تابعكم وكثير مبسوط بالحديث. سو شكرا انكم اضفتوني عندكم. بدي اقول انه يعني بحس من كلام الاخ صفوق او حتى من الكلام بمعظمه اللي موجود، هو انه نحن دائما عم نحاول كل الوقت انه نفهم الحياة بعقولنا، انه لازم يكون كل شيء فيه له تفسير، لازم كل شيء انه نعرفه يعني عندنا فكر، جسد فكري متضخم جدا جدا، اوكي، انه بدنا نعرف كل شيء وسببه وهيك. بينما انا بدي احكيك من خبرتي ومن فلسفتي اللي انا يعني حسيتها انه اسلوب جيد بالحياة، انه يعني العلم والدين او الروحانيات يعني خطين ما مستحيل يلتقوا، يعني مستحيل انه نقدر نفسر كل شيء بيصير معنا بالحياة من ناحية علمية، او يعني مثلا بالعلم انه 1+1=2، بس بينما على مستوى الروح او مستوى التجربة الأرضية نحن ممكن يطلعوا 10. موضوع مثلا انه الكون بالصدفة، انه لا، او الحياة عشوائية، انا ما بحس هيك. انا بآمن انه في خالق لهالكون، مو بالضرورة يكون يسوع او الله عند المسلمين، او انه في منظم لهالكون، وفي مستويات وعي. نحن مو بس هذا الجسد، بس نحن 5 أو 7 حتى اجساد مع بعضها. فموضوع انه في ناس تعتبر انه الله معه بكيف ما توجهت الله معه، فتلاقيهم اقتل هاد اعمل هاد. استاذ كيف اساس 5-6-7 اجساد؟ يعني كيف هذا؟ I will tell you how. نحن اول شيء نحن عندنا هذا الجسد المادي اللي هو جزء منه حيواني، اللي بياكل اللي بيشرب واللي بيعمل جنس واللي بيفكر، اوكي، لا عفوا، مش اللي بيفكر، اللي بيعمل هاي الاكتيفيتيز. اللي بنطلع بعده درجه ثانيه بيجي الجسد الفكري، الافكار. هلا مثل نحن شو عم نعمل، قاعدين عم نتبادل الافكار. الافكار من جسد، الافكار جسد، بس الافكار غير ملموسه، الافكار غير مقروءه. ممكن اذا مش ملموسه لا يعتبر جسد استاذي. Exactly. بس هو نحن ستيل نحن بالماديات، بس وقت اللي بنطلع لفوق اكثر شوي نجي على الجسد المشاعري، اللي هو المشاعر تبعنا اللي نحن مستحيل نقدر نشوفها الا بس بنحسها، اوكي. هذا هو المشاعر بيننا وبين لحظه. المشاعر هي شغله جسديه بحته، انت لا تستطيع ان تشعر، لان لحظه المشاعر انت تستطيع ان تشعر باي شيء لان عندك دماغ. اذا ما كان عندك دماغ ما تستطيع ان تشعر. المشاعر هو من افرازات الدماغ. تمام، اكيد بلا شك. هي جزء، هي نصها موجود بالجسد تبعنا وبسبب الجسد تبعنا. مين قال هذا الكلام؟ هلا هي انا درست كثير فلسفات، واوريدي انا جاي من بيئه، مثلا انا امي اسماعيليه، ابي كاثوليكي، ناس جدا مختلفين، عملوا عائله، عاشوا قصه حب 4 سنوات قبل ما يتزوجوا. انا سوري الاصل من حمص، عشت بالامارات 18 سنه بحياتي، شفت كل الاجناس. فكنت بفتره كثير متطرف للمسيحيه واجاني منامات وهيك قصص، بعدين غيرت. تعرف فتره 18 لحد ال 27 او 30 البني ادم بتلاقيه عم يقلب بالفيش تبعه، مسيحي مسلم ما بعرف شو، فاحيانا بيطلع ملحد. فانه اللي شفته بالاخير انه الحياه هي عباره عن فلسفات بكل شيء،
يعني انت حتى وقت تطلع على البحوث العلميه، في بحوث علميه بزمان ما بمكان ما كانت حقيقه واقعه ريال فاكت، بس بعدين مثلا بعصرنا الحالي طلعت خطا. يعني وصلت لنتيجه انه حتى البحوث العلميه مشكوك فيها، يعني نحن مش متاكدين من كثير شغلات بالحياه. شو لحظه، يعني انت جالس بتطعن في العلم وفي نفس الوقت بتصدق كلام او بتقول كلام ما يوجد عليه اي دليل؟ لا انا قصدي اقول انه ما في ضمانات بالحياه. هلا المدرسه ما في ضمانات. شوف اطلع على هذا بتركه بيسقط. لو وعدت لك هذا الكلام مليون مره راح يجيب نفس النتيجه. اي مساله علميه اتقررت هو معمول بالضبط بهذه الطريقه. كل شخص يستطيع ان يخوض التجربه العلميه راح يوصل لنفس النتيجه اللي تكلموا عنها، بس الشغله اللي حضرتك تتكلم عنها ملوش علاقه بالعلم، هي فقط مجرد يعني افكار وتصورات ملاش علاقه، لا يمكن اثباتها. بس كمان نحن يعني ام سوري نحن مو متاكدين يعني طيب ليش نحن بنشوف احلام؟ بالحلم انت عم تشوف عالم كامل، حتى عالم انت بحياتك مو شايفه. لا بحياتك ما بتشوف شغله انت ما شايفها، كل الامور اللي بتشوفها في الحلم هو من خلال الذاكره التي لديك في الامور التي انت يا اما فكرت فيها يا اما تخيلتها يا اما حصلت قدامك. انت ما بحياتك ما تقدر تشوف شغله في الحلم مش موجوده في ذاكرتك. No. أنا شفت شغلات. يعني أنا عمي هذا مو كلامي. يعني أنا مو عم بحكي عن حالي، أنا بس خليني أحكي لك عن شغلة. مثلاً أنا مثلاً ب ب ب بحلم معين أنا شفت حالي بأرض ما بعرفها وببيت ما بعرفه، بس in my perspective بالمنام إنه أنت لو تقرأ كان غير موجود. لو تقرأ في هذا يا حبيبي يا أستاذي يا أخي الكريم، لو تقرأ أنت في هذا المجال العملية سهلة جدا. الأحلام هي أنت ماذا يحصل لديك؟ أنت لما تخرج مثلا إلى الشارع أنت عينك بتشوف يعني آلاف التفاصيل بل ملايين التفاصيل، ولكن الذي يبقى في ذهنك في وعيك عرفت كيف هو هكذا، يعني لا يتجاوز واحد بالألف وربما واحد بالعشرة آلاف وربما واحد بالمليون. ولذلك لا أنت قد تعتقد بقية الأمور، المعلومات بتروح لمكان ثاني في ذهنك في عقلك أو في دماغك، هناك بيكون عندك كل هذه المعلومات اللي موجودة هناك. هذه المعلومات أنت ما تستطيع أن توصل لها بسهولة، ولكن لما بتحلم أنت ممكن تستخرج من هذه المعلومات من ذاكرتك ويجي تتصور لك بأشكال وأمور وكذا، فأنت تعتقد أنا ما شفت هذا المكان من قبل ولكن هو موجود بذاكرتك. I don't know. ما بعرف يعني ممكن أنا بصراحة ما كتير يعني فتت كتير بالأحلام، بس أنا عملت إكسبيرمنت بسيطة جدا. أنا حطيت كتاب عند راسي وكل يوم الصبح أكتب المنام تبعي. طبعا هاي الأحلام ما فتحتها، عملت مثل إكسبيرمنت لمدة 3 شهور، بعدين رجعت بوقت ما كنت فاضي فتحت هاي، فحسيت إنه بكتير تفاصيل إنه واو. وأنا بتمنى أي حدا عم يسمعني هلا يجرب هذا الشيء، إنه بتحس فعلا عالم تاني ماله علاقة بالمكان اللي أنا عايشه هون. يعني في كتير تفاصيل، في ناس، في أشخاص، في أحداث. فهي الفكرة بدي أقول لك إياها، بس أنا ما كملت عن الأجساد. هلا الجسد المشاعري نحن على شو جايين؟ حبيبي أستاذي الكريم، أنا موضوعي موضوع ثاني تماما، أنت تتكلم في مسألة أخرى، يعني أنا مش هذا اللي أنا بناقشه. يعني تمام. احنا نتكلم في التراث الاسلامي بالدرجه الاولى، عرفت؟ تمام. عندي سؤال لك بهالخصوص. انا عم لك صار لي امبارحه عم بسمعكم وكثير معجب فيكم كلكم يعني، بس انا بصراحه ما عندي معلومات منيحه عنك او عن الاستاذ احمد في عن موضوع انه نحن ليش اجينا على هالدنيا او ليش عم يصير معنا هاي الاحداث العشوائيه او كذا. انه في ايه بالقران بتقول الست انا واشهدتهم، ألست أنا، بتعرف يمكن لك مالي أكثر مني، ألست أنا بربكم؟ فقالوا شهدنا، يعني بمعنى أنه هم نسيوا. خليني أنا كنت عم دور هلا على الآية كنت بجهزها. هاي شو بتقلي عنا هاي؟ أنه طيب نحن بركت نحن من خلقتنا نحن كنا بأبعاد أخرى
ووقت اللي خلقنا على هاي الدنيا احنا نسينا مين وخالقنا ومين اللي جابنا وليش الاحداث. يعني حتى في فلسفات بتقلك انه انت قبل ما تجي على هاي التجربة كنت مثل الفيترينا عندك، نقيت اخترت ابوك. اخترت لا لما الانسان ما بيكون موجود. لحظة حبيبي اللي عندك يا حاليا لحظة، اذا الانسان طيب مش موجود كيف يقدر يختار يعني؟ اوكي طيب ممكن تفسر لي هاي؟ كيف تفسر لي اياها هاي؟ أي شيء افسر لك شو الآية هاي؟ واشهد هاي آية هبلة يا عمي، آية غبية، هاي آية ملهاش 60 لازمة في الحياة، تدل على شيء، يدل على أن الإنسان الذي كتب هذه الآية ما نعرف أي نوعية من المخدرات كان يتعاطى. يعني ربنا شو اللي راح يشهد الناس ألست بربكم ويطلعهم من ظهر آدم ومثل الذر، ثم إذا هم مثل الذر كيف كلمهم؟ يعني كلام أهبل، يعني كلام فيه. ثم أنا إذا أنا أشهدت الله بأنه هو ربي، ليش أنا مش متذكر ولا تفصيلة من هذه التفاصيل؟ هذا كلام هبل، يعني اي كلام. يعني نفس الكلام انا ممكن اقول لك انت كنت في، يعني الله اخذ منك ميثاق بانك انت تعبد صرصوره، عرفت كيف؟ ولكن انت الان ناسي هذا الميثاق. كلام هبل، ما يمكن انك انت تخاطب الناس يعني من بين المستنيرين البشر. يمكن عفوا منك، المستنيرين يمكن قدروا يتذكروا، بس نحن كونه نحن بالنهايه بني ادمين طاقتنا محدوده، فممكن المستنيرين لا يا ممكن حبيبي يوصلوا. لا لا محمد لا مثلا محمد المسألة اعتقد هو من الناس المستنيرة. لا يا حبيبي، الذي لا يستطيع ان يثبت حاجه ثم ياتي ويقول لا والله انت لازم توصل، لا العمليه سهله. هذا الكلام لو حصل كان كل الناس كانت تعرفه بحياته، ما حدا منهم ما عرفه. وإذا والله فقط المستنيرين، فهذا الكلام المفروض ينكتب فقط المستنيرين، ما لهش علاقة ببقية البشر يعني. تمام. أنا عموما يعني ما ب... أنا ب... يعني أنا من الناس اللي بآمنوا أنه أنا خلقت بهذا الدين أو خلقت بهذا يعني في مش صدفة هي، وأنه طبعا انا بس بدي احكي لك كمسلم. هلا اذا بدنا نرجع على هاي الموضوع، انا كحياتي كانت بالامارات كان جدا محارب مكروه، كنت يعتبروني اول شيء اقل كلمه كان يعني مثلا مدير رج، انا كنت مهندس بالنفط بشتغل بشلاف، مش عاوزين نعرف قصه حياتك دلوقتي. صحيح انت كافر بس والله احبك انه انت شغيل، او يعني عرفت شلون؟ ما حبي شديد، ما حبي المحترم في احنا يعني الهدف بتاع اللايف بتاع الاستاذ محمد صالح ان هو يشجع الناس ان هي تفكر، اكيد يفكر ويحللوا الكلام ويخرجوا عن القناعات بتاعتهم المسبقه، مش ان هم يجوا يحكي لنا يعني يوضحوا لنا قناعاتهم ويسترسلوا في الموضوع ده، وكمان يحكوا لنا قصص حياتهم والحاجات دي كلها. في ناس كتير مش هتستفيد من الحوار ده، وهتمشي من البث بتاع الاستاذ محمد صالح من غير ما تستفيد حاجه لو فتح الباب ان هو يقعد يسمع قصص حياة الناس. ثم احنا عندنا اليوم يعني حديث عن الأخلاق في التراث الإسلامي. أنت مش مسلم صح؟ لا أنا مسيحي. بالضبط. وإحنا بالعادة أنا قارئ الكتب، يعني بحاول مش إني لهالدرجة، بس بقرأ بطلع حتى على الديانات الهندوسية والآثار. يعني أنا ما يهمني صراحة لا هندوسية ولا مسيحية، أنا فقط أتكلم في التراث الإسلامي. صحيح. وانا شاكر جدا لمشاركتك حبيبي، بس قول لي اسمك. انا احبكم جدا. قول لي اسمك حبيبي. وشكرا على استقبالكم لإلي، واتمنى لكم شو كان اسمك؟ ثانك يو باي. طيب باي باي. او ماي جاد. او ام ستيل ما رحت. مساء الخير. النور يا هلا. ازي حضراتكم؟ خير الحمد لله، عن نفسي جيد، انت كيفك؟ امبارح حضرتك قلت المسيحية، أنا مسيحي على فكرة، امبارح حضرتك قلت المسيحية قصة هبلة ظريفة، فأنا كنت عايز أسمعها من وجهة نظرك يمكن أقتنع بيها. أيوة، أنت ما سمعتني البارحة أنا كيف أنهيت الموضوع؟ ما سمعتني قلت لكم لو تطلعون معايا وإذا يهمكم ما أهين إلهكم ويسوعكم ومريمكم
وانجيلكم، انا مشغول عن لا لا اشتم يمينكم. اشتم يا راجل، ده جدع اللي قصاد ده قايلها بالضبط. جت عليك انت يا راجل. لا لا، مش قضية عليا، ولكن حاولوا تفهموا، انتم عندكم دين اهبل، معتقد اهبل، انشغلوا بانفسكم. انا مشكلتي مش معاكم، انا مشكلتي مع التراث الاسلامي. في ناس ثانية جالسة تقدر تتكلمون معاها في هذا الهبل اللي عندكم. في ناس بجد عندها يعني لا أحسن كذا، تأخر أحسن شديد. بالشفا. لا بالشفا، لا احنا بنتكلم من منطلق محبتنا للمسلمين، فأيضا احنا بنحب المسيحيين، فمش هنسيب الخرافات تسيطر عليهم، دايما هننقشهم في الخرافات بتاعتهم هم كمان. محمد تفضل. محمد. لا محمد بعد اليوم. مرحبا، مرحبا يا هلا. كيف حالك؟ طيب، أنا طيب، أنت كيفك؟ كيف حالك يا أستاذ أحمد؟ عرفتني يا أستاذ محمد ولا باقي؟ طلعت معاك مرة. والله ما أدري يا عزيزي، يعني افتح الكاميرا أشوف إذا راح لا 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 أتذكرك. لا، ما طلعت لك وجهي، طلعت لك بصوتي. لو شفت الآن، أنت لو فتحت الكاميرا راح أتذكرك المرة الجاية. عموما اتمنى لك ان شاء الله دوام الصحة انت والاستاذ احمد الحرقان. تسلم والده. اللي كنت بسألك عنه بخصوص اني انا طبعا شخص مسلم، بس اني قريت كذا فترة عن السياسة في الدين، فابي من وجهة نظرك انت من اللي وراها ومن اللي يحركها ويوقفها. هذا سؤالي لك وتحليل الاستاذ احمد حرقان برضه يهمني، علشان لا اطول عليك من البث. عن نفسي أعتقد أن السياسة في الدين الإسلامي هو ركن ركين، لأنه هو أصلا بدأ بمشروع سياسي. الدين هو مش مشروع روحي، الدين الإسلامي هو مشروع سياسي، ولذلك الروحانيات إجا لتكملة الجانب السياسي. يعني وإلا هذا اللي المسألة فسر كل تفضل. المسألة جملة وتفصيلا هو مشروع سياسي، ما لوش علاقة بالروحانيات. لو كان الموضوع بالروحانيات كان محمد جلس في مكة وكان يعبد، يعني ما حدا جاله. ولكن هو كان بواضح جدا، قال: من ينصرني حتى يعني أبلغ هذا الأمر للناس؟ أمرت أن أقاتل الناس، بعثت بالسيف بين يدي الساعة. فهو يعني العملية سهلة جدا، هو يريد دولة، يريد إمبراطورية، يريد يعني يطيعون في هذا الأمر، تدين لكم العرب والعجم. هو مشروع سياسي كليا، يعني مش مشروع روحي. هذا يعني هو سبب حتى تقسم الإسلامي مذاهب، برضو تشوف لا الشيء مش هو هذا اللي سبب، برضو لأنه سياسي؟ هو العملية سهلة جدا. إذا احنا أخذنا بهذه السردية اللي موجودة في كتب المسلمين، عرفت كيف؟ العملية سهلة جدا. لما هو كان حي، هو كان يعامل على أنه يعني إله على الأرض، عرفت كيف؟ كل الشرائع لابد أن تصدر من منه هو. فحتى لما كان يجيب يعني يعمل إحداثيات، يجيب ويودي ويضبط ويصلح وينزل وكذا، كل هذا الكلام كان يعمله ببساطة شديدة وهو حي. لما مات الصحابة لم يستطيعوا أن يعملوا شيء، نفس الشيء، لأنه ما كانت عندهم عملية القداسة. يعني ما كان محمد هو عمل لنفسه يعني مكانة، يعني جاب القرآن، قال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا يؤمن أحدكم قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وغيري أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فبالتالي كل هذه الآيات تدل على ماذا؟ تدل على أن محمد كان هو المحور الأساسي، هو الإله الأصلي. يعني أنت تعمل أي حاجة في الأرض، أنت لابد أنك ترجع لمحمد. وبالتالي يعني لما مات محمد، هذه القدسية، هذه المكانة ما كان موجود عند صحابته. فشو صاروا يختلفوا،
ونفس الكلام للتابعين، ونفس الكلام لتابعي التابعين، لين ما وصلوا إلى مرحلة المذاهب، يعني ابتداء من أبو حنيفة ومالك حتى والشافعي وأحمد المعارك اللي وغيره. صارت بينهم برضه كان الهدف منها ما هو توسع الإسلام بنظري أنا، طبعا مع احترامي الكامل لنظرتك كيف للموضوع، كيف؟ بس كان هدف، ما كان هدفها توسع الإسلام، شو ما كان السلطة، هدفها توسع الإسلام؟ الحرب اللي صارت بعد ما مات الرسول ما لا، بين هو الإسلام، هو الصحابة. الإسلام يعني، هو مثل، تعرف كيف؟ الإسلام هو هذا مثل حزب البعث، مثل البرنامج الشيوعي، أنت تأخذ منه ما تريد في نهاية المطاف كحاكم، عرفت كيف؟ ولكن أنت كحاكم في النهاية تعمل اللي أنت بدك إياه. ولذلك أبو بكر عمل في النهاية مثل اللي هو بده إياه، عثمان كان يعمل اللي هو بده إياه، علي عمل اللي هو بده إياه، وهكذا الخلفاء المسلمين من بعدهم. فبالتالي أنت عندك إسلام، هذا الإسلام الذي أنت عندك إياه، هذا الإسلام أنت تقوم ب، شو بيسموها، تقوم ب يعني تطبيقه على الناس وكذا، ثم أنت تتوسع حسب طموحك، أنت وين بدك توصل. لا 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 لا، الإسلام هو مجرد هكذا يعني كلام موهوم. شو هو معنى الإسلام؟ شو هو معنى الأحكام، التفسير، القرآن، الكذا؟ في النهاية هو يحتاج إلى الحاكم أن يفسره، ويحتاج إلى مجموعة علماء يفسرونه. لما يجي هذول العلماء يفسرون هذا الكلام، خلاص يعني لابد أن يكون موافق لهوى الحاكم، وإلا هذا العالم ما يقدر يستمر ببساطة مثل ما يعني صاير عندنا حاليا في السعودية في كل الأزمنة، الآن وقبل وقبل دائما. اللي أنا فهمته أكثر يا أستاذ محمد إنه كل حاكم هو اللي يعدل في على قولتهم أركان الإسلام على ما تخدم هواه، فهمت؟ طبعا فمثل الآن اللي صاير عندنا في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، يعني أغلبية المسلمين قالوا السعودية خرجت عن الإسلام، يعني بحكم أنها صارت دولة علمانية أكثر ما هي كانت يعني دولة معروفة في التشدد وفي الأمور الإسلامية أكثر. فهذا هو طبعا اللي خلاني أستفسر أكثر، وخصوصا أنا شخص يهمني رأيك أنت بالتحديد، مع أني متابع لقستاتك يوميا. فهذا اللي كنت أبغى أحصل عليه منك، وشكرا لك على وقتك الثمين، حبيبي، يا اهلا وسهلا، وأتمنى لك دوام الصحة أنت والأستاذ أحمد. تسلم لي ورده، شكرا يا دير حبيبي، بالك سلام. على حالك، عليك السلام، هلا. الأستاذ أحمد والأستاذ محمد، نيابة عن مجموعة موجودة معكم باللايف، بنقول لكم شكرا لوجودكم في حياتنا اثنيناتكم بالتحديد، الأستاذ محمد والأستاذ أحمد، شكرا للحظات اللي بتعطونا إياها، وهذا كل شيء بدي أقوله، وبتمنى لكم سهرة حلوة أنا معكم، شكرا وبعطي لك المقلب. عزيزي، شكرا حبيبي، هذا كلام لطيف جدا، شكرا لذوقك يا عزيزي. شكرا لك. شكرا لذوقك يا عزيزي. شكرا لك. أبو سامي، عندك صدى. أبو سامي، حياك الله أستاذ محمد، يا أهلا وسهلا. عندي استفسار. أنت في بثوث سابقة قلت إن ما وردنا عن الحقبة التي وجد فيها محمد وأصحابه، بمعنى إنهم أسطورة. نعم، لا شك. طيب كيف الآن أنت قاعد تناقش كأنك تشوفهم قدامك؟ أنت تحكي أنا الآن بناقش كأنك اللي تشوف. موجود في السردية اللي يؤمن بها المسلمون. قصدي في القرآن الكريم. القرآن، الأحاديث، كتب السيرة، كتب التاريخ الإسلامي، أنا بناقش في هذا، وإلا هذا الكلام كله ما يثبت لدي. شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا عزيزتي، مرحبا.
مرحبا. هلا. مرحبا، شلونك؟ شلون صحتك؟ أنا بخير تستم، بس ضبط الصوت عندك، عندك ضجة. ثواني ثواني ثانية واحدة. معنا هسه؟ يا عمي عندك ضجة أرجوك، يعني ضبط الصوت عندك واطلب قس مرة ثانية، يعني ارحموا ودانا، يعني أرجوكم، يعني أحيانا الصوت هذا بيكون جدا يعني مزعج للودان، يعني مو مزعج فقط وإنما يعني مؤذي. أوه، 3 ساعات ونص، ما شاء الله عليكم. كل يوم كل يوم تقضون الساعات بهمة ورغبة بأنكم تساعدون الناس. الأستاذ أحمد حرقان الرائع وأستاذ محمد صالح، يعني مشكورين جدا جدا على جهودكم الطيبة. يعني أنا ما أقدر يعني أشرح حجم وجودكم. أنا يعني متربي في عائلة جدا محافظة ومتدينة، والنقاش الديني يعني من الصغر، وكنت دائما أشوف يعني أن هذا الدين متشكل يعني في كل مجلس، في كل سنة، في كل فترة، في كل موضوع يتلون ويتشكل. في شغلة تخصكم، تخصنا احنا وتخصكم انتون بالذات، العاملين في التنوير. انا محاولاتي في المعرفة التنويرية كانت اكثرها عن طريق المتحدثين باللغة الانجليزية، ورغم يعني عظمة علومهم ومعرفتهم، كبار ملحدين، كبار متنورين، إلا أن يبقى أن البناء مالنا بناء طوبة طوبة تم بناءه بأيدي دينية، بلغة عربية، بأيدي دينية، وتم بناءنا طابوقة طابوقة، يعني طوبة طوبة على قول المصريين. فجدا صعب الحصول على التنوير والإجابات من ثقافات ثانية غربية، سواء عن طريق الكتب مالهم أو النقاشات مالهم. أنا يعني كنت أحيانا بقضي بال6 8 ساعات بشكل يومي، بس ما وصلت إلى مكان، لأن أنا مبني بهذه الطريقة. الفسيفساء مالتنا يعني نوعا ما خاصة بهذا النموذج اللي عشناه. فأنا صار لي الحين من ابتديت أسمع البث مالك والأستاذ أحمد، أنتون بالذات يعني الاثنين، الجهود والتأثير اللي تقدمونه كبير جدا، ويغير حياة الناس، يغير حجم اطمئنانهم في حياتهم، في انطلاقهم في حياتهم، وبالتالي في سعادتهم، في راحتهم، في انسيابيتهم في هذه الحياة وتناقضاتها. فأنا ممتن. يعني أنا قبل تقريبا أسبوعين يعني وصلت إلى راحة أني أكون لا ديني، أني لا أدري، بلس بلس يعني. ورغم كل التجارب اللي عملتها يعني شرق وغرب و بحث وقراءة وهندوس ومسيح بس لما الشيء يجي بنفس اللغة وبنفس، وما شاء الله عليكم يعني جايين من باك جراوند ديني، فأنتم عارفينهم
وعارفين كلامهم وعارفين فذلكتهم، فأنتم قدمتم حل يعني رائع رائع جدا، فشكرا شكرا مني ومن أولادي، ممتن ممتن لوجودكم، ألف نحن شكر. ممتنين انك يعني قادر انك تطلع من كل هذه الخرافة وتعيش حياة إنسانية لنفسك وبدون قلق وبدون سعادة. محباتي لك عزيزي. شكرا شكرا أستاذ أحمد، نحبكم جدا نحبكم. أحمد كمان يحبكم شكرا عزيزي، شكرا لك حبيبي، شكرا حبيبي، التوفيق. دير بالك على حالك يا عزيزي. خليك، شكرا. محبات. مساء الخير جميعا، مساء النور يا هلا. تحياتي استاذ محمد، تحياتي استاذ احمد، حياك طيب يا سيدي يا هلا. كيف حالك سيد محمد؟ تسلم حبيبي، بس في عندك صدى كأنك جالس بمكان فيها ما فيها ولا قشاية. هو بالضبط، هو هذا الصحيح. يعني في مكان، هو يعني الشقة فاضية، فهو بس تركت شوية أشياء وعلى وشك أغادر. تمام يا أخي، راح تفضل. حتى لا أطيل على الجميع، أخوة آخرين قاعدين ينتظرون. استمعت لحديثكم مطولا، حديث شيق، حديث ممتع، حديث مليء بالعقلانية كعادتك طبعا أستاذ محمد. بس استذكرت نقطة إحنا شخصيا في هذا البلد يعني نمر بها بكثرة. أنا شخصيا كنت شاهد على مواقف شفت فيها ردود أفعال ناس، ردود أفعالهم مبنية على هذا الازدواج الأخلاقي، بما أن الحديث هو عن أخلاقيات التراث، الأخلاقيات التي زرعت واللي هي نتاج التراث الإسلامي. فسلوك هؤلاء الناس، يعني على سبيل المثال، مثال سريع، لما مثلا جالسين في مركز صحي، أنا قاعد أنتظر الدور وهم ينتظرون الدور، جالسين الطبيب اللي راح يعالجهم من آلام. فالجملة اللي أثارت انتباهي كثيرا، يقول لي أخي يعني والله هذا البلد رائع وجميل وكذا، بس لو مو كفار يعني. فالتفتت لأني قلت له الكفار اللي تنعتهم بالكفار هم الناس اللي راح ينقذوك من هذا الألم اللي قاعد أنت باللهجة العراقية يعني البحتة، أنت خلقتك مقلوبة، وجهك مقلوب بالكامل. هذا الطبيب اللي راح ينقذك من هذا الوجع، أنت قبل لا تدخل له أنت تحمله من الكره الكثير. فالقصد من الكلام، هذا ازدواج الاخلاقيات او هو لا اخلاقي بالحقيقه، هذا الازدواج بالسلوك يعني غالبا باعتقادي هو يرجع الى هذه الترسبات سببها عامل الخوف. يعني هو معلوم عند الجميع انه عامل الخوف او غريزه الخوف تغلب على باقي الغرائز، وهذا اللي زرعته الديانه. الديانه زرعت دوما خوف الانسان متعلق بالمجهول. لذلك دخلوا الكثير من الناس اللي كانوا جيستات او طلبوا جيستات، ودخلوا عندهم مداخلات اجمالا مبنيه على انه لا، في القران الكريم مكتوب كذا، هذا احنا ما مسموح لنا نفكر فيه، هذا كذا. مساله الخوف بالكامل بنيت سواء في الاسلام او باقي الاديان على غريزه الخوف. غريزه الخوف، الانسان مهما تعاظمت درجه تفكيره راح يبقى جزء في داخله يخاف، لكن الفرق انه انت تخاف من التفكير، لو تخاف من الظلام، لو تخاف من الالم الجسدي، لو تخاف مثلا من الشرطه في الشارع. اسوأهم هو هذا الخوف من التفكير، هذا اللي يكبح جماح العقل البشري اللي جميع المستمعين وجميع الناظرين وجميع البشر على الكره الارضيه عندهم، لكن مدى استعمالهم واستهلاكهم لهذه القابليه العقليه يتفاوت. اكو انسان او هناك انسان قابل بارادته ان يلجم جماح عقله حتى لا يفكر في اشياء هي من السهوله بمكان الوصول لها، ويربط هذا اللجام بمساله انه لا، احنا ما مسموح لنا. يعني هو يدخل النقاش معك او يطرح تساؤلات ويفترض جدلا انه انت لازم تؤمن بالقران، يعني يطرح عليك القران كشيء مفروغ منه.
فالحقيقة أنا شو يقولون، أنا أحسدك على الصبر، أحسدكم حقيقة على الصبر بالاستماع. بس هذا ديدن التغيرات. التغيرات الكبيرة ما تجي إلا بجهد كبير، والجهد الكبير أنتم بديتوا غير ناس بديوا قبلكم بعشرات السنين، يعني بعدد من السنين، وكل ناس قادمين. فهذا التقلب بالأخلاق عند الناس اللي ملتزمين بالشريعة الإسلامية، هذا يعني باعتقادك أستاذ محمد، هذا شنو الحاجة اللي ممكن تجعل هذا الإنسان يرفع هذا اللجام عنه، يرفع هذا الغشاء؟ هو عارف مسبقا بينه وبين نفسه، هو أمامك مضطر أن يمارس الدين، وكثير من الناس احنا نعرف انه الدين بالنسبة له هو عادة مش عبادة. انا عشت في بلدان كثيرة، شفت الناس كيف يتصرفون، ممكن امام الاخرين حتى يبرر انه هو يمارس هذه العادة بشكل مقدس يتصرف بشكل مثالي، بس واذا اختلوا الى شياطينهم، هذا النص اللي موجود في هذا الكتاب، بس يختلي الى نفسه او يختلي بشخص اخر، تطلع منه ممارسات نهائيا ما لها علاقة لا بالإسلام ولا بتشريعاته ولا بكتبه ولا بأفكاره، ما لها علاقة نهائيا. فبالحقيقة بالنهاية، سواء الآن ولا لاحقا، الناس راح تبدي شوية شوية يتفتحون، يبدي يتقبل، لأن الواقع يفرض عليه أن يتقبل، يبدي يفرض عليه يتقبل فكرة أنه ما كتب قبل كذا مئات السنين، سواء كتب بأيدي بشرية مثل ما احنا متيقنين، أو سواء كتب بشكل آخر، بغض النظر هذا الكتاب لا عاد يصلح لهذا الزمن، أو إذا عاد يصلح لهذا الزمن حسب مفهوم البعض، يجب أن يتقبلون التغيير، يجب أن يتقبلون مسألة وجود أخطاء فادحة فيه. عموما انا ما حبيت اطيل، بس لانه صادفتني هذا الموضوع، الازدواجيه الاخلاقيه، اللي انا شخصيا اعتقد يعزى فقط الى الخوف اللي استغلت الاديان. اذا في رايك في اسباب اخرى استاذ محمد نستمع. انا اشكرك، ليلتكم سعيده ان شاء الله. ليلتك سعيدة، أهلا وسهلا حبيبي، أهلا وسهلا. مشكلة الازدواجية هي ليست حاجة واحدة فقط، يعني هي أسبابها كثيرة، بعضها تتعلق بالخوف، وبعضها تتعلق بالمنفعة، وبعضها تتعلق باضطراب في الشخصية أصلاً. يعني أنا مثلاً لماذا أمارس هذه الازدواجية؟ لماذا أمارس النفاق؟ أنا قد أكون مضطرب نفسياً، عندي أكثر من شخصية، يعني قد يكون عندي مثلا مرض عصبي مثل الشيزوفرينيا مثلا، او قد تكون عندي اشكاليات نفسية، ما عندي، يعني عندي 3 4 5 شخصيات اتعامل بها مع الناس حتى بدون ان يكون هناك مشكلة خوفية. وقد يكون كذلك بسبب شو بيسموها، بسبب الميكانيزميات، هذه الآليات التي نحن نتعود عليها. يعني هكذا أنا أتعود لما أكون في المسجد أصلي بأي طريقة، وأتعود لما أكون بأصحابي أتحول إلى ولد صايع. وهناك حاجة يعني ربما كثير منكم عايشها وصادفها، هي حالة يعني تحصل عندما نلتقي بأصدقاء الطفولة أو بأصدقاء الصبا، يعني أصدقاء الشباب. يعني مثلا الواحد يكون رزين وجالس وكذا ويتكلم ويروح وكذا، بينما فيما لما يلتقي بشخص هو كان معاه في الثانوية وكان معاه في الجامعة، يصير يتحول إلى نفس الشخصية القديمة التي كان موجود في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. يعني وهذه يعني الميكانيزميات هي كما ذلك تخلق نوع من الشخصية يعني اللي أنت ما تستطيع أن يعني تسيطر عليها بسبب عدم قدرة إيجاد الوعي الحاضر بشكل مستمر. فهناك أسباب كثيرة. أما عند المسلم، أنا أعتقد أن المسلمين بشكل عام، طبعا هذا الكلام ليس بالضرورة ينطبق على كل شيء، المسلمين بشكل عام هم يعيشون حالة من الازدواجية المفرطة، يعني بطريقة مبالغ فيها. لماذا؟ لأن ببساطة شديدة هو عنده تعاليم لا يستطيع أن يلتزم بها. يعني التعاليم القرآنية
غير قابلة للتطبيق، التعاليم الدينية الإسلامية غير قابلة للتطبيق، أنت ما تستطيع أن تطبق هذه التعاليم في حياتك اليومية، فتضطر ماذا؟ تضطر إلى الكذب، تضطر إلى التصنع، تضطر إلى يعني على إلى ممارسة الكثير من الجوانب النفاقية. يعني مثلا في الحديث، هو يقرأ هذا الحديث، يعني آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، هو بيمارس الثلاثة نفسها. عرفت كيف؟ وكذلك يعني في الآية الثانية، إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، نفس الكلام. وهذا الكلام كله هو ليش بيمارس هذا؟ كما هو يقرأ أن المنافقين لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليل. طيب لماذا؟ لأنه وهكذا، هذا الدين مش قابل للتطبيق أصلا، دين يعني لم يعد، مش الآن، وأنا أجزم بأن هذا الدين لم يكن أحد يستطيع أن يطبقه حتى في زمن يعني قبل 400 سنة، قبل 1000 سنة، قبل كذا، مش فقط بسبب الحياة المعاصرة، ولكن هو الدين غير قابل للتطبيق، لأن فيها كمية كبيرة من الازدواجيات. يعني يطلب منك مثلا أنك تصلي 5 صلوات في اليوم، مين الإنسان اللي يستطيع أن يواظب على 5 صلوات في اليوم بشكل دائم؟ صعب جدا هذا الكلام. يطلب منك مثلا أنك يعني لما يعني مثلا بالليل تكون في غاية الرقة وفي غاية الخشوع وفي غاية الدين، وفي النهار مع الكفار تكون في غاية الشدة. يعني هو يصنع منك كائن مزدوج، كائن غير قادر على ضبط حياتك، ضبط أخلاقك، ضبط إنسانيتك. وهذا الكلام منه الكثير جدا، يعني نصوص الشريعة مثلا يعني تخلق منك هكذا إنسان، يعني إذا أردت أن تتبعه هي تخلق منك إنسان يعني هكذا مضطرب، ما تستطيع أن تضبط شخصيتك، ماشي في أي اتجاه. من ناحية بيأمرك بأنك تبر والديك وتحب والديك، ثم من ناحية ثانية يطلب منك أنك تتبرأ منهم ولا يعني تميل لهم. طب أنا كيف أعمل هذا الشيء؟ كيف أتصرف بهذه الطريقة مع أبويا أو أمي اللي مش ملتزمين بالدين؟ نفس الكلام، لما يعني الدين يعني يطلب منك أنك تحب شخص وتكره الشخص في نفس الوقت. يعني هذا الذي سموه بشو بيسموه، قالوا أن الحب في الله والبغض في الله ممكن أن يجتمعا في نفس الشخص. قال علاقة تحبه على قدر ما فيه من طاعة وتكرهه على قدر ما فيه من المعصية. هو هكذا يخلق منك كائن متذبذب أهبل، يعني ما تستطيع أن أنت. ولذلك كثير من المسلمين يعني خاصة من أهل الالتزام لديهم درجة عالية من الاضطراب النفسي. هو يعني واحدة من الأمور التي يعني تصنع الازدواجية بطريقة غبية، أنت عندما تقرأ هذا القرآن يعني ترى منه أمور كثيرة جدا لا تجرؤ أنك تناقشها قدام الناس. ليش؟ لأنك تخاف أنك تفتن الناس عن دينهم، يظهر للناس قبح هذا الدين، ولكن في نفس الوقت أنت تخشى أنك تقول هذا الكلام. فبالتالي شو بتعمل؟ يعني بتقوم بعملية الدفاع عن هذا القرآن، وفي نفس الوقت مش مقتنع بيه بشكل كبير جدا. هذا الكلام يعني يستمر في حياة المسلم والملتزم سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة، حتى يتحول هذا الكائن المسلم المسكين إلى كتلة من الازدواجية، كتلة من عدم القدرة على السيطرة حتى على هذه الازدواجية. لذلك يتحول إلى كائن يعني، لذلك احنا يعني مش فقط هذه بسبب هذه النقطة، ولكن بسبب يعني مشاكل أخرى يعني تصنعها هذه النصوص. إذا الإنسان مارسها في حياته، ليش نحن نقول إنه بيعمل من الناس منسوخ؟ يعني يحولهم إلى كائنات في غاية الغرابة. ففي الوقت الذي هو يشفق على الطفل ويحب الطفل، في نفس الوقت عليه أن يضرب الطفل ويعلمه الصلاة ويغتصب الطفلة ويسميها الزواج ويعني نكاح شرعي. عرفت كيف؟ فبالتالي يعني هو دائما عندك عشرات النصوص التي يعني ما بتضبط لك، يعني لا أنت قادر أنك تكون رقيق وإنسان محترم، ولا أنت قادر أنك تكون إنسان شديد وغض يعني وفضه غليظ وتكون إنسان بلطجي. فأنت دائما تتراوح
بين هذا وذاك، وفي نهاية المطاف هذا الإنسان هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن مجموعة أفكار وترتبت عليه مجموعة من السلوكيات. لما هذه الأفكار تكون بهذه الطريقة، السلوكيات تكون مزدوجة. لذلك العالم الإسلامي من أكثر الناس ازدواجية في الحياة مع الأسف الشديد، وكل من يعني لديه ذرة من الإنصاف وذرة من المخالطة للمسلمين يعرف هذا الكلام، يعرف أن هذه الشخصية اللي موجودة في المسجد غير الشخصية اللي موجودة في السوق، يعرف أن هذا الشخصية اللي موجودة مع عائلته يعني غير الشخصية اللي موجودة مع أصحابه، مش بسبب تغير المواقف ولكن بتتغير الأوضاع، ولكن بسبب العقلية نفسها. فما ما يفرضه على زوجته وعلى أطفاله من أدب ودين واحترام وكذا، لما بيطلع لبرا هو يكون أكثر واحد منفلت دينيا. في ناس بتصلي وبتصوم وتعمل كل حاجة، ولكنها بتروح بتمارس الجنس يعني وبتخون زوجاتهم. ليش؟ لأن هو هكذا تربى على يعني نشأت فيه الازدواجية بطريقة قاتلة، وهذا الكلام بيستمر مع الأسف الشديد يعني بشكل يعني دائم يعني منذ مئات السنين. ولذلك الأب والأم يعني هو يعني يربي في أولاد هذه الازدواجية وهذه الإشكاليات يعني، وهذا ما يتوقع أن ينتهي. وأعتقد أن كثير من الأخوة لما نناقش الناس يلاحظون هذا الكلام بشكل كبير جدا لديهم يعني. صحيح. لينا. مساء الخير. مساء النور يا هلا. الله يقويكم ويكون معكم. أنا بحكي أنا شخص ملحد حاليا، بس بدي أعطي رأيي بالموضوع اللي حضرتك عم تحكي عنه. النبي محمد كانت نشأته بكنيسة وكان مساعد للراهب بحيرة. لين هذا المصدر عزيزتي؟ بالكتب كلياتها موجودة، بالكتب أنا ما التاريخية. نقرا، هذه الكتب موجودة، ما حدا قال هذا الشيء. أنا رح أرجع أبعث لك على الخاص وين موجود بالضبط، وهو كان يخدم الكنيسة وكان يطلع. أنا ما أحب عزيزتي حبيبتي لينا هانم، يعني أرجوكم بطلوا إنكم تعملوا هلاوس وتلصقوها بمحمد يعني. أنا ما عم بعمل هلاوس، بتعطيني دقيقتين أحكي بحكي، ما بتحب لا أنزل. أنا بحب إن الإنسان لما يتكلم يذكر مصادر، يعني ما يجيب قصة ثم يقول أنا بعدين راح أرسل لك مصادر، يعني أنت مذاكرة هذا الكلام تعرفين عن شو بتتكلمين أنا ماني أو مذاكرة ما. الكلام، التاريخ كل شيء موجود بالكتب وأنا ما هو هذا هو كل الكتب، هذا هو السيرة الآن، هذه السيرة اللي موجودة عندك ابن إسحاق، عندك ابن كثير، عندك الطبري، منين إنه كان يخدم ما بعرف بالكنيسة؟ الكتب هاي، منين هذا الكلام؟ أنا هاي الكتب ماني قريانتها صراحة. إذا قارية من وين أنت؟ كتب عامة لمؤرخين لحدا. لمين مثلا؟ أعطيني أسماء. هلا أنا هذا الحكي قريته بسوريا قبل الحرب، وهلا نحن طلعنا من سوريا، وبصراحة ما عندي أسماء الكتب تماما، بس مو صعب جيب المصادر. لا صعب جدا صراحة، لأنه هذا الكلام اللي بتقوليه ملوش علاقة بالواقع يعني، هذا كلام قهاوي ملوش علاقة لا لا، بما كل موجود العالم في تعرف الكتب. إنه هو كان يا عمي أنا واحد دارس قضيت حياتي كله في هذا الهبل يعني، فما تقولي لي كل الناس أنا ماني عارف يعني. قرياني، أنا قرياني فقط القرآن، غير القرآن ماني قرياني، قرياني التوراة وقرياني الإنجيل، يعني ككتب دينية قرياني الكتب ورا بعض لقلت لحتى أفهم شو هالخزعبلات هي اللي عنا، فقريتهم ورا بعضهم بالتسلسل فصرت ملحدة ورا الكتب هدولك. هذا اللي صار معي. واهم شيء انك صرتي ملحده. ولا ايش رايك استاذ احمد؟ احضرنا يا ابو خالد. ولكن عم الحديث اللي الفكره اللي بدي احب اوصلها، المشكله في ناس بتتداول كلام زي كده، وقت اللي في ناس يعني من المشهورين بيتداولوا نظريات غريبه زي كده يعني في الاسلام، يعني في كتب ويتعمقوا في كتير تحليلات موجوده، غريبه وعجيبه بناء عن في كتب كتير موجوده وما عم نقدر نوصل لكل الكتب صراحه، بس هاي الكتب ايه شخص. الفايده طيب من ال طيب الفايده من ال ايه الفايده من ان احنا نحلل يعني التحليل ده، ايه الفايده منه يعني في الاخر، ايه رح اقول لك المنفعه من وراه؟
رح اقول لك شو وقت اللي قلب ورقها بالنوفل على الكنيسه وصار خلاف وبلش ينزل الايات اللي الله رضيان عليها والواحد بيقدر يسمعها، آل عمران ومريم والى اخره. بعد ما توفى ورقه بالنوفل هون النبي ضاع، ما عاد في حدا يكتب له هاي الايات اللي مرتبه اللي ماخوذه من الكتب المسيحيه اللي كانوا هن بيؤمنوا فيها، وكونه قلب على الكنيسه فقرر. بعد فترة وقت النبي محمد زتوه برا والعشائر ونزت بالشارع مع الصعاليك برا والتموا عليه. حبيبتي لينا أرجوك يا أما تذكري مصادر ما أو لا تذكري مثل هذه القصة. هذا موجود إنه ما مش موجود، مش موجود في القرآن. هذا القرآن وين موجود؟ بالكتب، بالكتب ما في. طيب وأنت بتقولين إنك أنت ما قارية كتب؟ أنا ماني قارية الكتب الإسلامية. لينا حبيبتي لينا أرجوك. طيب خلاص بعتذر منك. شكرا لك حبيبتي، اهلا وسهلا. ايش رايك احمد باشا؟ يعني انا بتساءل، انا بتساءل ما الفائده يعني من هذه النظريات؟ يعني في ناس بتتعب نفسها كتير قوي